اللقاح هو الحل المنتظر لوباء كورونا، بس بانتظار هاللقاح طرق علاجات كتيرة عم يلجأ للأطباء لمساعدة مرضى كورونا بالشفاء، مثل نقل بلازما من متعافي بكورونا لمصاب حالة بكورونا. جمعية دوني سان كونتي هي الجمعية المعنية بهذا الموضوع، واللي حالياً عم بتقوم بحملة واسعة لمساعدة المصابين بكورونا بالحصول على بلازما الدم من متعافين. منتابع سوا فيديو حملة دوني سان كونتي. كان معك كورونا، بينوا عليك العوارض وصحيت سلامتك. انت اليوم فيك تساعد مرضى كورونا اللي ما عم بيقدروا يصحوا لحالهم. كيف؟ بدمك في بلازما، وهالبلازما بتحتوي على أجسام مضادة للفيروس. إذا عمرك فوق 18 ووزنك فوق 60 كيلو وقطع جمعتين على آخر PCR نيجاتيف، فيك تجرب تتبرع. تخيل إنه هالنص ساعة من وقتك ونص لتر من دمك في خلص 3-4 مرضى كورونا بكل تبرع، وفيك تعطي كل جمعة لعلاج بدمك. تسجل وتبرع اليوم قبل بكرة. بينضم لنا عبر سكايب خليل عزار، منسق العمليات بجمعية دوني سان كونتي. مرحبا خليل وأهلا فيك معنا. بونسوار، ميرسي. بداية خليل، فسر لنا شوي عن هيدي الحملة. أنتوا عم تطلبوا من المتعافين من كورونا يتبرعوا ببلازما الدم، ليه؟ شو بفيد هيدا الموضوع؟ كيف بتشتغل يعني هيدي الطريقة؟ هو لما حدا يصير معه كورونا وينشفي منه، جسمه بيعمل أنتي بوديز أو مضاد حيوي تيحارب هيدا المرض. فمن بعد ما الشخص يشفى بصير قادر يتبرع بهول المضادات الحيوية لشخص معه كورونا وصار بحالة خطرة وعآخر، يعني هيدا الحل الأخير اللي هلأ عم يستعملوه الحكماء بالمستشفيات تيجربوا يساعدوا شخص مريض بالكورونا وحالته صارت تعبانة كتير. يعني نعم، قدي نسبة نجاح هيدا الحل؟ عندك فكرة؟ يعني عم بتلاقوا نتيجة من خلال نقل بلازما الدم؟ هلا ما عندنا أرقام كتير دقيقة نحن كدوني سان كونتي. نحن بيوقف شغلنا من بعد ما الشخص يروح ويتبرع بالبلازما. نعم. يعني ما منتابع حالة المريض. نحن شغلتنا نأمن المتبرعين تيروحوا يفحصوا يتأكدوا أنه قادرين يعطوا ويرجعوا يتبرعوا بالبلازما بالمستشفى محل ما هو المريض. نعم. بس أكثر من هيك نحن ما بنرجع منتابع حالة الشخص المصاب بالكورونا. نعم، قدي لكم مبلشين بهيدي الحملة؟ هلأ هيدي الحملة بلشناها نحن بأكتوبر الماضي. إجينا كتير طلبات بالأول، يعني كان عم يجينا بحدود 250 طلب كل شهر. نعم. رجعوا خفوا شوية طلبات، وهلأ عن جديد عم يرجعوا يزيدوا كمان كتير الطلبات تبع الكورونا، تبع البلازما، كونفاليسنت بلازما بسموه. هل عم بيتم التجاوب من قبل المتعافين بالتبرع بالبلازما؟ مزبوط، في كتير عالم عم بتسجل معنا. نعم. خصوصا من بعد الكامبين اللي عملناها، الحملة اللي عملناها بهذا الفيديو اللي كشفناه هلأ، في كتير عالم جديد سجلت اسمها معنا ما كانوا متبرعين قبل، وفي عالم كانوا متبرعين بالدم مسجلين اسمهم معنا قبل، صار معهم كورونا وشفيو، هلأ عن جديد عم يرجعوا يحكونا تيتبرعوا بالبلازما لعالم محتاجة. نعم. قدي كمية الطلبات اللي عم تورد لعندكم بنهار بحاجة لبلازما من متعافين؟ عم بيجينا بحدود 10 طلبات كل يوم. البلازما غير تبرع بالدم أو غير طلبات الدم. نعم. البلازما بيطلبوا كل مريض بيطلبوا له يونت واحدة. من بعد ما يعطوه هيدي اليونت بيتأكدوا أنه التريتمنت عم بيعطي مفعوله، المضاد الحيوي اللي عم بيعطوه إياه عم بيعطي مفعوله، عم ببلش تتحسن حالة المريض. إذا كانوا محتاجين بعد أيام بيرجعوا بيطلبوا له واحدة تانية. يعني نعم. كل طلب إجمالا بيكون عم بيطلبوا يونت واحدة من شخص واحد يتبرع فيها. نعم. طيب خليل، هل عم بيكون في حاجة لبلازما وما عم تقدروا تأمنوها؟ هلا أكيد مثل ما في حاجة للدم أو البلاكات ومش على طول نقدر نأمن. نعم. يعني صار جايينا من أول ما بلشنا الكامبين أو من أول ما بلش يجينا طلبات الكونفاليسنت بلازما، صار جايينا بحدود 600 طلب. نحن لهلأ قدرنا نأمن 98 متبرع من أكتوبر لهلأ. لأنه التحدي بالتبرع بالبلازما بالأخص تحدي أكبر، وتأمين المتبرعين أصعب من المتبرعين بالدم أو البلاكات. ليه؟ شو الفرق؟ ليه أصعب؟ لأنه أول شيء لازم يكون الشخص مثل اللي بده يتبرع بالدم، المتبرع لازم يكون عنده في كرايتيريا معينة بيتبعها اللي هن كلهم بينطبقوا على التبرع بالدم. نعم. وزيادة في فحصين بينعملوا
للمتبرع اسمهم اي جي جي واي جي ام. نعم هول فحصين هن للمناعه. اول واحد لازم يكون بوزيتيف تيتاكدوا انه الشخص عنده المضاد الحيوي او عنده اناف انتي بوديز تيساعد مريض الكورونا، نعم والاي جي ام تيتاكدوا انه ما كان عنده التهاب من اخر كم يوم او اخر جمعه. يعني هول زياده عم لكل بيصعبوا. متبرع لازم نعم يكون عنده اياهم، بيصعبوا نلاقي متبرعين. يعني في كتير عالم بينزلوا على المستشفى بيكونوا مستعدين يتبرعوا، بيكونوا كان معهم كورونا وشفيو، لما ينعمل لهم الاي جي جي بيطلع اي جي جي نيجاتيف، سو البلازما تبعهم ما بيكون بفيد مريض فما بيقدروا يتبرعوا. يعني عم نأمن كتير عالم بس عم بيوصلوا يعني في العالم على تجاوب من المستشفى. العالم بس مش دايما عم تتطبق المواصفات المطلوبة. صح طيب مظبوط. خليل، وين المراكز المعتمدة من قبلكم للعالم اللي تعافت من كورونا وحابة اليوم تتبرع بالبلازما؟ اوكي هلا خليني اوضح شغله، نحن مش بنك دم، نحن نعم ما عندنا مركز نحن بنسحب فيه دم او بلازما او بليتلتس، نحن بنحكي المتبرعين تيروحوا على المستشفى نعم محل ما هو المريض ويتبرعوا له دغري بالمستشفى اللي هو فيها. بحيلا مستشفى موجود فيها المريض، في حيلا شخص تعافى من كورونا يتوجه للمستشفى ويتبرع لبلازما الدم ويتواصل معكم. مظبوط. هلا هو بيتواصل معنا بيسجل اسمه معنا، ونحن نعم لما يجينا الطلبات نحن بنحكي هو المتبرعين اللي مسجلين اسمهم بنوجههم على المستشفى محل ما هو المريض. هلا في شغله مهمه كمان، مش كل المستشفيات عم تسحب بلازما. اللي عم بيصير عم نضطر نشوف اي مستشفى قريبه عم بيسحبوا بلازما تنبعت عليها المريض تيرجعوا اهل، نبعت عليها المتبرع سوري نعم تيتبرعوا، بيرجعوا اهل المريض هن لازم يروحوا يجيبوا يونت البلازما يوصلوه على المستشفى محل ما هو المريض تبعهم. ليه عم بتصير هيدي البرمجة كلها؟ لأنه بالاكتظاظ المستشفيات يعني اليوم، ولا شو السبب؟ لا هلا اول شيء في مستشفيات ما عندها المكنه اللي بتسحب بلازما، نعم وفي مستشفيات هي ما بدها من الاساس تفوت بالبروسيس كله تبع سحب البلازما. نعم طيب يعني الشخص هذا اللي قرار بيرجع للمستشفى نعم مش إلنا. الشخص اللي تعافى من كورونا قديه بيقدر يتبرع ببلازما؟ لأنه بنسمع كتير ناس عم بتقول إنه ما بدها هلأ تتبرع بالبلازما، بركي حدا من عائلتها أصيب وكان بحاجة لبلازما. اوكي هلا هذا منه شيء مزبوط، لانه الشخص اللي عم بيتبرع ببلازما مش يعني معناته بتضعف، هو عم بيتبرع بالمضاد الحيوي اللي جسمه فبركه، نعم بضل فيه يعطيه على حدود 3 شهور، من بعد 3 شهور اصلا الانتي بوديز بالدم تبعه رح يخفوا كثير، بس هذا الشيء مش يعني بطل عنده مناعه الشخص. لو تبرع ببلازما ولو اصلا ما عنده انتي بوديز بدمه مش يعني مناعته ضعيفة أو جسمه ما كون المناعة اللازمة. المناعة عم تنعمل على الحالتين، لو الاي جي جي نيجاتيف، لو ما في انتي بوديز، ولو واحد عم يتبرع فيهم، المناعة بتضلها موجودة نعم بالسيستم تبع كل شخص. يعني بس في ناس كمان بتقول خليل انه انا ما بدي اتبرع هلا بالبلازما لحدا يمكن مريض ما بعرفه، لان يمكن حدا من عائلتي يصاب وانا ساعتها ما اقدر اتبرع بالبلازما. قديه في الانسان يتبرع بالبلازما؟ قديه وقت واحد لازم في يعطي، يكون؟ في واحد يعطي كل جمعة مرة طالما في انتيبوديز كتير بالبلازما تبعه أو نعم بدمه، في واحد يعطي كل جمعة مرة أو كل جمعتين مرة، لأنه مش عم يخسر شيء بالتبرع تبعه غير البلازما، نعم والبلازما بيرجع بيتكون بطريقة سريعة كتير بالدم. نعم شو بتقول اليوم للمشاهدين يلي عم بتابعونا ويلي تعافوا من كورونا لتشجعهم يتبرعوا بالبلازما؟ كل واحد كان معه كورونا وصح لازم يجرب يتبرع، لازم يجرب يفحص يتأكد إذا قادر يعطي إيه أم لا، لأنه هيدا الشيء عم يخلص بالنهاية حياة شخص، هيدا آخر حل له. نعم وأنا مش بس بدي أحمس العالم يتبرعوا بالبلازما، بدي أحمس العالم يتبرعوا بالدم، لأنه في طلب كل يوم للدم، في حاجة كل يوم للدم، وكل العالم اللي بتأمن دم بلبنان إن كان نحن أو إن كان غير جمعيات أو حتى نعم الصليب الأحمر أو حتى المستشفيات مش عم بيلحقوا على الطلب الموجود. يعني نعم كل ما يكون في متبرعين زيادة كل ما نقدر نأمن دم أسرع كل ما أكيد نقدر نساعد كمية عالم أكثر. أكيد نعم. شكرا لك خليل عزار، ويعطيكم ألف عافية على كل الجهود يلي عم يعطيك تقوموا العافية. فيها بهيدي الظروف. شكرا لكم.